وحشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. غير الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل. بكيون عيط وديك ويزت قلبي تحرق على فرنسا، تهبرك تكون عملية ونكون في نصها. بعمر 16 سنة باشرت المجاهد ابنة المجاهد وشقيقة مجاهد وشهيد وزوجة مجاهد أيضا بن مليك صالحة المدعوة حليمة، باشرت عملها الفدائي ثم التحقت كمرشدة وممرضة وحاملة للسلاح بالجبل بعدما كشف نضالها بوسط المدينة. جيت جان جي كومانسي على لاجد ابري 16 ans. بديت بشوية بشوية، كان الفخير لهنا مقسمطينة تاني تعاوننا الشي اللي يديرو فرنسا تهدرو في النهار، حنا نحكيو لهم ونعاودو لهم باللي الشي اللي قالت فرنسا موش هكا وكذب، ومجاهدين متحدين واللي في الجبال اللي في الغياب اللي في كل بلاصة. يعطيني كوريي اللي يعطيني بريا اللي يعطيني حاجة نوصلها للخوة الآخرين اللي في الجبل. وش كانت البراوات هذه فيها؟ وش كانوا يكتبوا؟ ما نكذبش على أختي، البراوات كانوا يتكتبوا برجال عظماء، بصح ما نقدرش نتكشف عليهم. طلعنا للجبل العبي ووصلنا للماكي، احنا ما خافوش، هذا الخوف هذا ما نعرفوش خلاص، كما يقولوا دز السحية. حط يده هنايا بعد حنايا يمس وقلت بيحبس ايه وانا مخي يخدم، حطيتو هنا يمين وقلت يبلي غير باش يكون بديت نرجف وندير تلعب وندير هكا. 5 جويليه سي اون فيت بور لو بيبل سي با بور نو. 5 جويليه عشا الشعب الجزائري. ذاكرتها لم تنسى 5 جويليه الذي جاء بضريبه من دمه. سيدة بن مليك صالحة، ما زلتي متهلية في اللبسة تاعك اللي كنتي بها في الجبل؟ ما بنت لا، ما زلت متلبسة بها وما زلت نجبدها نغسلها ونحددها وردها لخزانة، وكي نشوفها نتفكر باسي كامل نتفكر ابني الشعب المفدى في ذي الزمان الظلمي، ولا كيف ترضى سودلة يا فتى عرب الأمم بنضالي ووعادي حياة الجزائر بلادي. وما أجملها من كلمة ختامية نقف من خلالها في ذكرى 5 جويلية 2021. ربما لن نقول أكثر مما قالته امرأة جاءت من رحم أخت رجالة. راضية بالجدوي للجزائرية وان قسنطينة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. غير الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا.
كل